للمزيد عن حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ لطيف الربيعي السياسي العراقي المستقل. أهلا بكم أستاذ لطيف. نبدأ من التظاهرات الغاضبة جنوب ووسط العراق، ما الذي أوصل الأمور إلى نقطة اللاعودة إن صح التعبير؟ قد كانت الأحزاب والميليشيات تراهن على هذه المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. لا بد من تذكير شعبنا العراقي والعربي والعالم أن هذه الأيام هي أيام انطلاق الثورة 19-30 تموز المباركة، والتي أدت إلى قيام دولة مدنية قوية عميقة قادرة على انتشال العراق من الدرجة ما يسموه بالدول العالم الثالث إلى العالم المتطور. وهذا يدفعنا إلى ما يشاهده الآن أو يعيشه المواطن العراقي فرقا عن تلك المرحلة وهذه المرحلة. وبالتالي كل ههذه يعني ازدياد التظاهرات واتساعها إن شاء الله، ونتمنى ذلك أن تتسع بشكل حقيقي وبشكل أفقي وبازدياد المطالب وارتفاع سقفها بالشكل الحقيقي والذي يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية. هي ليست مطالب بسيطة، هي ليست مطالب يعني ما وصفه المراقبين أنها ثورة جياع وأنها مطالب، لا، هي امتداد لثورة أو لانتفاضة 25 شباط 2011 التي يعني انتفض من خلالها شباب العراق كله وشهدتها صاحب التحرير وقمعت من خلال الحكومة والميليشيات. يعني لماذا برأيك الحكومة والميليشيات تركت هذه المحافظات بحالة من الفقر المدقع؟ هذه المحافظات معروف بأنها محافظات فقيرة، سوء الخدمات يعم العراق، وهذه المحافظات أيضا من المحافظات المحسوبة على الحكومة، لماذا تركت بهذا الشكل؟ نعم. واليوم تقول لهم اصبروا نقدم لكم الخدمات، تقدم الحكومة لهم وعود للعودة من أجل أن يهدأوا، ولكن هل ستهدأ هذه التظاهرات في هذه المحافظات؟ نعم، وأزيد على هذا الكلام، يعني هذه المحافظات والشباب المنتفض يعني هو كان يستخدم من الحكومة ونقولها بأسف لضرب إخوانه في مناطق عدة من العراق، وهذا يعني أن يعني يتميز بموقع آخر لدى الحكومة، يعني لدى الحكومة، لأنها هي حكومته على افتراض، وهي التي جاءت من خلال انتشاله من الفقر والمحرومية ومن الأمور هذه التي ساقتها هذه المجموعة الدنيئة التي تسيدت على العراق من خلال قوى الاحتلال المتمثلة بالاحتلال الرئيسي الأمريكي والاحتلال والهيمنة الإيرانية. بالتالي هذه التظاهرات صراحة هي كفر بما عانته من فقر ومن تهميش ومن إدلال، يعني هو صراحة إدلال لا حد له. نعم، يعني الحكومة عبر وسائل الإعلام، أستاذ لطيف، الحكومة عبر وسائل الإعلام وعبر أذرعها الإعلامية تقول بأن رقعة التظاهرات والاحتجاجات قد انخفضت، بينما مراكز دراسات دولية تقول بأن رقعة الاحتجاجات تزداد. هل برأيك هذه الاحتجاجات ستزداد بحد كبير عما هي عليه الآن؟ أولا نتمنى أن تزداد، وهي ستزداد إن شاء الله، لأن هناك يعني انتفاضة حقيقية لدى جموع كبيرة من الشعب، يعني الذي عانى ما عانى من هذه الحكومة الطائفية والتي حاولت أن تلوح لهذه الطائفة المنتفضة الآن بأنها هي ستكون سندهم وهي ستزيل عنهم غبار الفقر والجهل وأمور كثيرة جدا، وبينما بالعكس هي مارست عليهم الجهل والتجهيل والفقر والإدلال وجعلهم أداة هامشية وأداة تسليحية بأيدي ميليشيات وأخرى من أجل تحقيق مصالح أجنبية وخارجية ومصالح الزمرة الفاسدة في العراق التي هي أداة تنفيذية لطهران ولدول أخرى. هل هذه التظاهرات ومثل هذه الاحتجاجات من الممكن أن تغير الوجه السياسي في العراق؟ بالتأكيد لا بد أن، يعني دائما أنا أقولها اليوم وبكرة وأمس قلتها في مقابلات، يعني
يعني هذه لنعتبرها هي نقطة انطلاق كبرى لما يعني يطمح إليه المواطن العراقي في كل مكان صراحة. ما. والتغيير آت لا محال بأي شكل من الأشكال، يعني لا بد من التغيير، لأنه حتى العالم نفض يده من هذه الحكومة البائسة والحكومة غير قادرة على إدارة دولة وعلى إدارة أزمات وعلى إدارة شعب كبير جدا وإلى إفقار شعب كبير جدا يتمتع بثروات هائلة. يعني هذه من الفواجع الكبرى التي ابتلى بها العراق، هو من الدول الكبرى في تملك الثروات النفطية وأمور أخرى كثيرة جدا، يعني يكون في مستوى أدنى من الفقر ومن الشعوب التي درجاتها منخفضة من حيث الدخل ومن حيث المعيشة ومن حيث الخدمات، وصلت الفكرة كثيرة جدا. نعم أستاذ لطيف الرباعي السياسي العراقي المستقل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.